يتابع المجتمع الدولي الإجراءات التي تتبعها أنقرة ضد معارضيها السياسيين رغم فضاء الديمقراطية الذي تدعيه بنظامها العلماني، حيث أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكما أدان تركيا لاعتقالها القيادي الكردي صلاح الدين دمرتاش، معتبرة أن ذلك يهدف إلى خنق التعددية، وطالبت بإطلاق سراحه فورا. بعد ساعات من الحكم رحبت بيلفين بولدان رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي بالحكم. نود أن نعبر عن أنه في هذه اللحظة فإن اعتقاله يتعارض مع القوانين المحلية والدولية فضلا عن الدستور، ونطالب مرة أخرى بالإفراج عن صلاح الدين دمرتاش. ودمرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بدأ حياته السياسية في حزب المجتمع الديمقراطي اليساري قبل أن تحضره المحكمة الدستورية العليا بحجة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني، وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ نوفمبر عام 2016 لاتهامه بأنشطة إرهابية، فحكم عليه بالسجن لأكثر من 4 أعوام وبسبب كلمة أدلى بها في عام 2013. وترى المحكمة الأوروبية أن اعتقال دمرتاش كان القصد منه تقييد التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وأن مدة الاعتقال الطويلة غير مبررة. وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.